السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سالم علي ضبيب من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، عضو من إدارة البرامج. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موضوع مهم. هذا الموضوع مهم لكل مدير مكافحة عدوى في هذه المنشآت الصحية، واللي هي Infection Control Risk Assessment أو ما يسمى حاليا في إكراء، وإعداد الخطط بناء على هذه Risk Assessment. إن شاء الله سنتطرق في هذه المواضيع الخمسة التالية: الـ Infection Control Risk Assessment، إكرا، إن شاء الله كيف يتم إعدادها، كيف نبدأ نحدد هذه النقاط، كيف نبني عليها، وكيف نحدد الفريق اللي راح يقوم في عمل هذه الـ Risk Assessment. بناء عليها راح نتجه إلى الموضوع الثاني في هذه المحاضرة، واللي هو الـ Risk Prioritization، اللي هي تحديد الأولوية. بعدها بناء على تحديد الأولوية وبناء على الإكراء اللي بناء عليها تم تحديد الأولوية، نبدأ نحدد الخطة ونعمل الخطة على الأولويات. ثانيا، بناء الخطة يكون على شيء يسمى Smart Goals، نكتب الخطة بناء عليها. هذا راح يساعدنا على طريقة التطبيق، وراح يعلمنا كيف نستهدف أو كيف نحط الهدف لهذه الخطة. بعد ما كتبنا الخطة وبعد ما كتبناها على طريقة سمارت، نبدأ في تطبيق هذه الخطة، وهو راح يكون العنوان الخامس عندنا في هذه المحاضرة. إن شاء الله راح يكون عندنا ثلاث أهداف لهذه المحاضرة. الهدف الأول إن نعمل Risk Assessment بشكل صحيح، اختيارنا لها واختيار الأولويات واختيار المشاكل أو الريسك صحيح لنا، بحيث أن بعدها نقدر، واللي هو بيكون الهدف الثاني، نحدد الأولويات اللي راح نهدف عليها في هذه السنة. ثم يكون عندنا الهدف الثالث والأخير، اللي هو يكون Design an effective and well-prepared plan، وهذا بيكون هو الناتج من عملك للريسك اسسمنت وتحديد الأولوية منه، إننا نبدأ نعمل ونصمم خطة صحيحة لإيقاف أو تقليل هذه المخاطر. والآن نبدأ في أول مواضيعنا في هذه المحاضرة، واللي هو Infection Control Risk Assessment، واللي يسمى بشكل عام في مكافحة العدوى عندنا على أنها إكرا. علشان نبدأ في أي عمل، في أي خطة، حنا نحتاج أن نعمل Risk Assessment، فهي أول خطوة لنا لأي خطة عندنا لهذه السنة أو أي خطة لمكافحة العدوى. هذه الإكرا هي أصلاً أداة، هي الغاية منها أن تعطينا أو تحدد لنا المشاكل أو المخاطر اللي ممكن أنها تحدث. علشان كذا أنتم راح نشوف إن شاء الله في القادمة من الشرائح، راح نشوف أن أحد النقاط اللي احنا نتكلم منها احتمالية حدوث هذا الخطر على هذه المنشأة. بعدها هذه الريسك اسسمنت أو هذه الإكرام يكون تطبيقها على شكل سنوي، هذا بشكل عام، لكن عند حدوث أي أحداث كبيرة حدثت في هذه المنشأة، سواء كان مثلا تطبيق أو إنشاء قسم جديد مثل الأونكولوجي ديبارتمنت، يعني مستشفى كان ما فيه أونكولوجي ديبارتمنت لكن أنت أو المستشفى توسعت وعملت هذه الأونكولوجي ديبارتمنت، أو خدمة جديدة مثل نوع من أنواع العمليات تم تطبيقها على هذا المستشفى كتطبيق مستشفى كتطبيق خدمة جديدة لهذه. فهنا حنا هذه الأحداث ممكن أنها تكون عندنا تسبب مخاطر ممكنة، حنا ما قسناها حنا في بداية السنة، فعلشان كذا حنا نحتاج أن نعمل على خطة بناء على الحدث القادم أو الحدث الجديد اللي هو صار عندنا قسم جديد أو خدمة جديدة، أو لا قدر الله إذا صار عندنا outbreak
حدث سواء كان على مستوى العالم على مستوى الدولة أو على مستوى المستشفى، أني أنا أبدأ أعمل risk assessment وأبدأ أخطط عليها. ممكن هذا risk assessment لا يعني أنك تغير الخطة حقتك السنة كاملة، لكن أنت من الممكن أنك تعمل هذه الإقرار علشان تحل هذه الخطة أو تحل هذه المشكلة، فبالتالي تقدر تبدأ أو ترجع إلى خطتك الرئيسية وتستمر عليها. طيب وش الآن الخطوات اللي أنا أحتاج أعملها علشان أطبق أو أعمل إقرار صحيح أو Infection Control Risk Assessment صحيح؟ وش الخطوات؟ أو زي ما قلنا في بدايتنا في بداية المحاضرة من الأوبجكتيف أنها تكون Conduct أو Struct Risk Assessment. تلقون في أكثر من مرجع في أكثر من مكان تلقون أكثر من خطوة، لكن جمعناها إحنا في الخطوات الأربع الرئيسية، واللي هي تبي تكون الخطوة الرابعة منها هي الهدف من الإقرار بشكل أساسي. أول خطوة عندنا هي اللي form a multidisciplinary team، وإن شاء الله راح نتكلم عليها بعدها. ثم بعدها الجمع لهذه الداتا والinformation اللي أنا عليها أقدر أبدأ وأطبق أو أقدر أطبق الريسك assessment عليها بناء على الداتا اللي عندي، أقدر أحدد مخاطرها، أقدر أحدد إمكانية حدوثها. بعدها هي select method for analyzation، أنا عندنا أكثر من طرق لتحليل هذه البيانات، فأنا أحتاج أني أعرف وش الآلية الأفضل لنا، واللي إن شاء الله راح نتطرق عليها أيضا. بعدها بعد ما حددنا آليتين التحديد المخاطر، نبدأ نحدد أولوية هذه المخاطر. Form disciplinary team هو معناها أو في مختصر العبارة أنا أحتاج أعمل خطة لجميع المستشفى، خطة عن مخاطر هذا المستشفى، معناها أني أحتاج أن يكون عندي ممثل على هذا المستشفى كامل. فأنا ما يكون عندي ما هو منطقي أني أنا أعمل خطة أو أعمل risk assessment على المستشفى ويكون الأعضاء فيها مثلا فقط 2 أو 3، فأنا أحتاج علشان أمثل المستشفى كامل أن يكون عندي الأعضاء يمثلون هذا المستشفى، فجميع الأقسام عندي تحتاج أنها يكون لها من يمثلها في هذا الريسك أسسمنت. وهذه راح أيضا يساعدنا في تطبيق هذه الخطة بعدين إن شاء الله إذا بدينا نعمل عليها وكانت هو الأولوية في هذه المشاكل. فأنا علشان كذا أنا أحتاج يكون عندي من الريسك أسسمنت للريسك أسسمنت يكون عندي أعضاء من المكافحة العدوى، أعضاء من النيرسينج، الميديسين، بيشنت سيفتي، الكواليتي، الفارماسي، اللابوراتوري، السبورت أوف سيرفيس، لاندري اللي هي اللاندري، المورتشري، الهاوس كيبينج، كل السبورت أوف سيرفيس، الإمبلوي هيلث، يكون عندي من الامبلوي هيلث مثلا لو كان عندي مشكله في الفاكسينيشن عندي في هذا في المستشفى، فاللي راح يساعدني في هذا التطبيق هو الامبلوي هيلث. ايضا عندي الانفايرمنتال اند فاسيلتي سيرفيس، عندي انا مشكله في الانفايرمنتال، عندي مثلا الميكروبات تكون منتشرة أو عندي وصاخة في هذا سببت لي أني يكون عندي تفشيات كثيرة، فهذا أنا أحتاج أن يكون عندي أحد من أعضاء الانفايرومنتال. أيضا الفاسيلتي سيرفيس، كل السيرفيس سواء كانوا الأمن سواء كانوا الصيانة تساعدني، مثلا الصيانة عندي مشاكل عندي في تغيير الهبة فلتر، فهم ما راح يساعدني في هذه التغيير إلا الأشخاص الخبرة في هذا الموضوع اللي هم الصيانة. أيضا عندي أي قسام أنا أحتاجها أخرى، هذه فقط كأمثلة. أنا ممكن أحتاج المدير أو رئيس قسم الـ OR، رئيس قسم الـ ICU، كل الأقسام اللي أنا أحتاج أني يكونون موجودين ويساعدوني أيضا في تطبيق هذه الخطة لو كانت عندهم أولوية. أيضا من المهم جدا 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 وجود أعضاء من الإدارة إدارة هذا المستشفى، ويفضل يكون إنه مدير المستشفى. هذا المدير المستشفى هو اللي راح يعطينا المساعدة الرئيسية لهذه التطبيق، سواء كانت عن طريق أمر من الإدارة بحيث أن هذا راح يساعد في تطبيق هذه الخطة، أو أنها المشكلة مثلا تكون أنها
مالية، فهو الشخص اللي راح يساعدنا في هذه النقطة هم أو تفعيل هذه النقطة هو الإدارة العليا في هذا المستشفى، فهو لازم يكون عندي في هذا الفريق يكون عندي مدير المستشفى أو من يمثله في هذه القسم كالمدير الطبي. خلصنا من الخطوة الأولى واللي هي الإنشاء فريق شامل لهذا المستشفى اللي هو مالتي ديسبلينري تيم. نبدأ الآن حنا في جمع الداتا والإنفورميشن علشان نبدأ نعمل الريسك أسسمنت. الداتا والإنفورميشن لها مصادر عدة، كل داتا أنا أقدر أطلعها في المستشفى هي راح تساعدني في تحديد هذه الأولوية أو تحديد هذا الإمكانية الحدوث أو الخطر اللي راح يترتب عليه. هي مصادر عدة، من الممكن أن نأخذ للسيرفيلنس داتا مثل عندنا مثلا الارتفاع في الكلابسي ريت، فالمصدر الرئيسي عندنا هو السيرفيلنس داتا، أو عندنا الميديكال ريكورد مثل المستشفيات في المستشفى أن مثلا عندنا حدوث مثلا عدوى متكررة، فمن الممكن يكون عندنا المرجع عندنا الميديكال ريكورد، أو أن مثلا يكون عندنا اللاب ريكورد. أيضا عندنا أحد المراجع الحلوة والمهمة في أي عمل خطة أو risk assessment هي literature review، هي الأبحاث اللي موجودة. مثلا عندنا في surveillance الكلابسي ريت حنا نقدر نطلع أو نحط البنش مارك لهذا المستشفى أو لهذا المنطقة عن طريق هذه الأبحاث، فأنا أقدر أحدد الأبحاث وأشوف اللي راح تساعدني وتعطيني بنش مارك ويعلمني أن هذا الخطر هو كبير أو صغير. أيضا عندنا شيء مهم أيضا هو القدرة المالية الفاينانشال داتا. الفاينانشال داتا من الممكن أنها تكون مؤثرة عليه في عمل الخطة. أيضا السيفتي، فأنا إذا كان عندي موضوع في السيفتي منخفض والمشاكل أو الأحداث اللي كانت عندي مرتفعة، هذه راح تكون مصدر من مصادر البيانات والمعلومات زي ما قلنا اللي هو أيضا الهوسبيتال أدميشن اللي تبي تكون دخول المرضى، وهي أيضا تبي تكون أحد من النقاط حقة الميديكال ريكورد، أو النقطة الثانية اللي هي الديسشارج لهذه المرضى. انتهينا من الخطوة الثانية واللي هي كانت تجميع الداتا وتجميع البيانات. حين نبدأ حنا في الخطوة الثالثة واللي هي تحديد أو اختيار آلية التحليل. آليات التحليل عندنا حين آليتين بشكل عام، هي آلية الكوانتيتيف وهي تستخدم الأرقام لتحديد هذا الريسك أو تحديد الريسك الإيفنت. Number are assigned to each issue to designate the degree of risk. إحنا نستخدم أرقام علشان نعرف إحنا كم درجة هذا الخطورة فيه. أول qualitative، qualitative هي عن طريق استخدام عبارات written description وأوصاف لهذه الأخطار. The risk and the rational are discussed and the risk is rated using word and various number. حنا نستخدم كلمات أو أوصاف بدل هذا الأرقام. هذه الأوصاف حنا يكون يتم أخذها عن طريق نقاش يكون من الفريق، بناء عليها حنا نبدأ نسوي الريت لهذه المعايير. بشكل عام يكون الخيار الأفضل حنا ويكون الأفضل لنا بشكل عام هو الخيار الكوانتيتيف الرقمي. هذا الخيار الرقمي هو راح يساعدنا في تحليل البيانات وتحديد الأولويات، لأن الرقم راح يعطينا قيمة بينما الكلمات من الممكن أنها راح تعطينا تشابه، فراح يصعب علينا اختيار الأولوية. ففي الغالب حنا يكون عندنا بالذات عند توفر البيانات الكافية أن يكون عندنا الاختيار للكوانتيتيف ولا يتم الكواليتيتيف، وهذا إن شاء الله اللي راح نتكلم وناخذ في عليه أكثر من مثال في الشرح القادمة. بعد ما نختار حنا عملية التحليل أو طريقة التحليل اللي هي سواء كانت عملية رقمية أو كتابية وصفية، نختار نبدأ في تطبيقها. حنا اخترنا حاليا في هذا المثال هو بيكون عملية رقمية
المعلومية توجد نماذج كثيرة للآلية الرقمية، سواء كانت في اختلاف المعايير الثانوية للمعايير الرئيسية مثل probability of occurrence، لو تلاحظون عندنا في هذا المثال من 4 إلى 0 من expected إلى never، لكن في بعض النماذج يكون expected يكون 5 والنيفر يكون 1 والليكلي والميبي والرير يكون 4 3 1. فالنماذج هي كثيرة وجميعها صحيحة، المهم هو تحديد الأوفر ريسك ريتنج. أنا إذا حددت أقدر بعدها أبدأ أحدد الأولوية. فحنا في هذا المثال نبي نستخدم العملية الحسابية التالية اللي هي تبي تكون أوفر ريسك ريتنج اللي هي probability of occurrence في أو الضرب الريسك امباكت إمكانية الحدوث في الكولينج سيستم بريبير اللي هو جاهزية المنشأة للتصدي لهذه الريسك. عندنا حاليا 7 أمثلة راح نتطرق عليها ونحط لها قيم، بناء على هذه القيم إن شاء الله راح يكون عندنا أوفر ريسك ريتنج نبدأ بعدها نحدد فيها الأولوية. فعندنا في المثال الأول عندنا الهاي كلابسي ريت كان إكسبكتد رقم 4 مثلا بناء على البيانات اللي احنا حددناها. الريسك امباكت بيكون ايضا لايف ثريتنج وهو 4، والكورنج سيستم بريبير بيكون مثلا فير اللي هو بور. فبنبدا نضرب 4 في 4 في 3 راح يعطينا قيمه. المثال الثاني مثلا هو عندنا الاس اس اي، عندنا ارتفاع في السيرجيكال سايت انفكشن لعمليه مثلا السي سكشن، فيكون عندنا الـ probability of occurrence فلنفرض أنها كانت مثلاً rare أو maybe 2. الـ risk impact بيكون مثلاً بيكون عندنا prolonged length of day راح يعطينا احتمالية جلوس في هذا المستشفى لمدة أطول، والـ connect system عندنا بيكون good فيكون ضرب الـ probability والrisk والـ connect وراح يعطينا قيمة. المثال الثالث اللي هو low hand hygiene فيكون عندنا مثلا جاهزيتنا أو احتمالية حدوثه هو expected، risk impact مثلا صفر وجاهزية النظام هي 1. هذه هي أمثلة. هي الحقيقة أنك ما تقدر تعمل تحديد لهذه المشاكل أو الـ probability of occurrence أو الـ risk impact أو الـ current system إلا لمعرفتك في البيانات هذه المستشفى. فحين عندنا هذه أمثلة لا تعني الواقع وممكن أنها ما تكون منطقية لبعض المستشفيات، لكن هي فقط مثال بناء عليها حنا عشان نقدر نكمل على شرحنا للمعايير أو لتحديد الأولوية. النقطة الرابعة هي الـ Airborne Precaution، فلنفرض أنه أخذ Rare الـ Risk Impact اللي Prolonged Length of Stay و Current Properly System Preparance هي Fair. النقطة الخامسة هي High Candida Auris، كان عندنا Probability of Cornus كي كان Expected، الريسك امباكت كان لايف ثريتنج، وجاهزية النظام كانت بول. النقطة أو المثال السادس هي ارتفاع في حالات MRSA، كان عندنا الكورنس هو لايكلي والريسك امباكت هو كان أيضا لايف ثريتنج، وجاهزية النظام هي كانت عندنا أو ما عندنا أي جاهزية للنظام فمثلا أعطيناها النن اللي تبي تكون 5. وآخر نقطة عندنا وآخر مثال في هذا المستشفى أو المستشفى X هو lack of staff COVID-19 vaccination، فكان مثلا عندنا probability of occurrence هو 1 rare والrisk impact هو مثلا moderate clinical والcurrent system prepare كان solid. فمثلا بيكون 1 ضرب 1 ضرب 0. وحنا الآن بعد ما حددنا لكل risk event القيم حقته اللي هي probability of occurrence والrisk impact والcurrent system prepare، نبدأ في عملية الضرب.
فعندنا high collapse rate كان expected فصار 4, risk impact life threatening فصار 4, فأربعة في أربعة ضرب current system repair اللي هي 3 أعطتنا 48. High SSA C-section كان عندنا 2 في 2 اللي ارتفاع في أو زيادة في مدة المكوث في المستشفى ضرب 2 فعطتنا 4, 2 في 2 في 2 عطتنا 8. Low Hand Hygiene Compliance Rate كان عندنا انخفاض وكان إمكانية حدوثه هي 4, والريسك امباكت كان مثلا ميديكال كلينيكا مينيمم كلينيكال فكان 0 فراح يعطينا قيمة 0. Airborne كان عندنا ضعف في Airborne Precaution عطتنا 6, والHigh Candida Aureus Infection عطتنا 64, والMRSA عطتنا 60, والLack of Staff COVID-19 Vaccination عطتنا قيمة 1. بناء الآن بعدها نبدأ في تحديد الأولويات كالتالي. بناء على الأرقام اللي كانت في هذا المثال صارت عندنا الأولويات كالتالي. عندنا أعلى أولوية واللي راح نعمل عليه خطة هي اللي تكون أولوية لها هي الهاي كانديدا أوريس, بعدها MRSA, بعدها الهاي كلابس ريت, بعدها يكون إيربورن بريكوشن, SSI سي سكشن, لاك أوف ستاف كوفيد 19, وآخر نقطة عندنا اللي هو لو هاند هيجين. لو تلاحظون القيم عطتنا variety بين الايفنت ساعدتنا في اختيار هذه القيم. هذه القيم راح تساعدنا ايضا بشكل اوضح من استخدام عمليات الجمع او استخدام الشكل او الطريقة الوصفية. بعدها بعد ما حددنا احنا الريسك بريوريتي احنا نقدر نعمل الحين خطة بناء على هذه الاولويات. والآن إحنا عندنا المثال الثاني المستشفى X آخر كان عندنا الريسك إيفنت عبارة عن 7 نقاط. كان الهاي كانديدا إنفكشن واللو هاند هايجين واش كومبلاينس, لاك أوف إن 95 سبلاي, MRSA ارتفاع في حالاتها, عندنا كونستركشن أند رينوفيشن, وعندنا نيو أونكولوجي ديبارتمنت, عندنا شورتج إن ذا نمبر أوف أوفيس of IBC department. عندنا هذه النقاط فنبدأ نحسب عليها. فلنفرض عندنا المثال الأول high C. diff infection كان عندنا 3 اللي هو likely في life threatening اللي هو 4 في 3 عطتنا 36. low hand hygiene wash compliance rate كان عندنا منخفض أيضا كان عندنا احتمالية حدوثه كان probability of occurrence كان expected جدا عالية, والrisk impact كان عندنا 3, وعندنا جاهزية النظام 3 فعطتنا أيضا 36, فعطتنا في تشابه في هذه القيم. لنبدأ في إن شاء الله راح أتطرق إلى أي واحد منهم راح يكون لها الأولوية, على أي أساس أنا أختار الأولوية بالذات إذا كان عندي تشابه في القيم. المثال الثالث عندي lack of N95 supply, عندي قلة في توفر N95, احتمالية حدوثه كان بسبب أن عندي قلة فكانت احتمالية حدوثه كانت expected, كان risk impact هو moderate clinical, وزي ما قلنا حنا هذه أمثلة الأرقام غير accurate غير صحيحة. كل منشأة بناء على جمع الداتا عندها هي اللي راح تعطيه probability of occurrence risk impact و current system prepare بشكل أصح وعن طريق المالتي-disciplinary team. فبيكون عندنا lack of N95 عطتنا قيمة 12, والMRSA عطتنا إن القيمة حقتها هو 6, construction و renovation عطتنا قيمة 24 كون إن عندنا probability 3 likely والrisk impact هو life threatening, والcurrent system prepare هو 2 اللي هو good. عندنا new oncology department عطتنا قيمة 16, وshortages in the number of office عطتنا probability of occurrence هو 4, والrisk impact هو minimum clinical
فعطتنا صفر، والكونكت سيستم بريبير هو 5 اللي هو نن ما عندي أي جاهزية للنظام، فعطتنا قيمة صفر. الآن حنا نحدد الأولوية على هذه على هذا المنشأة على الأمثلة السبع اللي حددناها، لكن حنا لو تلاحظون كان في الأمثلة عندنا تساوي في التوتال سكور لتو إيفنت اللي هي كانت اللو هاند هايجين واتش كومبلاينس ريت والهاند والهاي سي ديف انفكشن. فحنا على أي أساس أنا حطيت اللو هاند هايجين واتش كومبلاينس ريت هو أعلى أولوية من الهاي سي ديف؟ هي بيكون اختيارنا لهذه الأولوية عن طريق إذا كان في تساوي عن إمكانية الحدوث، وش أعلى إمكانية حدوث فيما بينهم، وش الأعلى إمكانية. فإذا زي ما تشوفون في المثال كان عندنا الأعلى إمكانية في الحدوث هي low hand hygiene wash compliance rate. أيضا إذا كان في تساوي في إمكانية الحدوث نبدأ نشوف الأعلى تأثيرا اللي هو risk impact، وفي الأخير النقطة اللي راح تحدد لنا التوتال سكور أو تحدد لنا الأولوية هي تبي تكون آخر نقطة وأقلهم وزنا هي جاهزية المستشفى. فعندنا حنا الأعلى وزنا في هذه المعادلة تبي تكون عندنا إمكانية الحدوث في حالة تساوي، بعدها في حالة تساوي في إمكانية الحدوث يكون التأثير أو الريسك إمباكت، وآخرها تبي تكون جاهزية المستشفى. على كل لو تلاحظون عندنا الإيفنتس تم ترتيبها عن طريق low hand hygiene في أعلى أولوية، ثم الهاي سي ديف، ثم construction and renovation في 24 نقطة، ثم بعدها new oncology department، والأولوية الخامسة بتكون lack of 95، ثم اللي يليها MRSA، وآخر عندنا أولوية وأقلها أولوية اللي هي shortage in the number of office. تحديد الأولوية هو راح يساعدنا بالذات إذا كان عندنا جدا توسع في هذا الإيفنت، عندنا أكثر من مشاكل، فتحديد الأولوية هو راح يساعدنا. لكن لو تلاحظون عندنا مثلا لو هاند هايجين واش كومبلاينس ريت ممكن هو اللي يسبب لنا هو الهاي سي ديف، فعشان كذا ممكن أن يتم عمل هذه الخطة كلها ويكون أحد النقاط في حل أو عمل الخطة أنه ممكن أن ندرج طريقة لتطبيقها على الهاي ريسك أو هاي سي ديف انفكشن. الآن احنا انتهينا من عمل الريسك اسسمنت، واللي بناء عليه قدرنا ان نعمل أولوية لهذه المخاطر. نبدأ الآن احنا في إعداد أو في مرحلة التخطيط، وهي الموضوع الثالث عندنا في هذه المحاضرة. طيب، والآن بعد في مرحلة التخطيط أنا أحتاج أني أعمل هدف رئيسي لي. هذا الهدف عبارة عن عدة أوبجكتيف، كل أوبجكتيف يكون عنده تاسك. هذا التاسك الهدف منها أني أطبق في تطبيقها يكون أني أنا فعلت الأوبجكتيف، فكل الأوبجكتيف هذه راح تحدد لي أو راح تطبق لي أو تنجز لي هذا الهدف. طيب الهدف والجولز والأوبجكتيف هذه كيف أنا أطبقها؟ فهي الأفضل يتم تطبيقها عن شيء اسمه سمارت. أنا أكتب الهدف بطريقة سمارت، هذه راح يسهل لي ويوضح لي وش المستهدفات حقتي. فالسمارت هي عبارة عن كلمة كل حرف منها عبارة عن كلمة. فسمارت الاس هي عبارة عن سبيسيفيك، معناها اني انا احتاج اني اوضح احدد هذا الهدف. سبيسيفيك مثلا ان خفض معدل الاس اس اي، ميجربل خفضه في بنسبة مثلا 10%، اشيفبل هو بناء على الامكانية. لو نستمر على هذا المثال، نعم هو اشيفبل.
هل هو relevant؟ نعم، أنا كان هدفي مثلا أنه خفض معدلات الـ SSI. timed؟ نعم، أنا أحتاج أن يكون specific، زي ما قلنا أنه خفض معدلات الـ SSI بنسبة 10% في نهاية سنة 2024. فحنا كذا خطينا جميع هذه الكلمات في هذا الشكل. لو تلاحظون تقليل معدل الإصابة في الـ SSI بنسبة 10% في نهاية سنة 2024 أعطانا الهدف واضح، أو ما يسمى بسمارت. والآن عندنا ثلاث أمثلة طبقت عليها سمارت أوبجكتيف، زيادة على المثال الذي ذكرناه في الشريحة السابقة. المثال الأول هو لارتفاع في معدل الـ VAA، فكان الـ Smart Objective هو كان Achieve 0 VAA for a minimum for 3 months by the end of 2023 in the medical ICU. فكان عندنا الـ S هو أني أحقق 0 Collapse VAA Rate اللي ميجربل، اللي هي تبي تكون لمدة لا تقل عن 3 أشهر في هذه السنة اللي هي 2023 في قسم الـ ICU، الـ Medical ICU. نعم، هي achievable إن شاء الله، relative لمشكلة ارتفاع في معدل VAA ومحددة في مدة زمنية وهي قبل نهاية 2023. المثال الثالث عندنا كان هو انخفاض في معدل الالتزام في الهاند هيجين. كان عندنا انخفاض انه كان عندنا 60%، فكانت السمارت اوبجكتيف ان انكريز هاند هيجين كومبلاينس ريت 10%. فكان عندنا من from 60% compliance rate to 70% compliance rate in adult ICER by the end of 2023. فزي المثال السابق نبدأ نطبق عليه سمارت. فالS اللي هو specific، نعم هو increase hand hygiene compliance rate. measurable، نعم الانكريز اللي حنا نبغاه يكون من 60 إلى 70. هل هو achievable؟ إن شاء الله. relative الانخفاض في الهاند هيجين كومبلاينس ريت، او الجول اللي عندنا اللي هو انخفاض ارتفاع في او الريسك اللي كان عندنا انخفاض في الهاند هيجين. والتايم او التايم، نعم في نهاية 2023 نحقق هذا الهدف. المثال الثالث والاخير هو reduce collapse rate from 2.5 to 1.5 in medical ICU by January 2024. أنا أبغى في سنة 23 أبغى أحدد أني أحقق الانخفاض من 2.5 إلى 1.5 في سنة 23. فكان عندنا لو طبقنا عليه سمارت أنه specific، كان specific هو الكلابس ريت يتم انخفاضه، ميجربل الانخفاض كان المطلوب منه أن يكون من 2.5 إلى 1.5، وأشيببل ريلاتيف للمشكلة اللي كان عندنا هي أنها ارتفاع في الكلابس ريت، ومحدد في مدة زمنية اللي هي من سنة 2023 اللي هي تبي تكون في مصطلح آخر بداية 2024. الآن عشان تكتب الخطة الصحيحة وتحطها في شكل وتقدر تتابعها، هي تحتاج أنك تحطها في نموذج، وهي على غرار الريسك أسسمنت. نماذج إعداد الخطة هي نماذج كثيرة، كل منشأة لها نموذجها، كلها مقبولة، كلها صحيحة، لكن يتشابهون بشكل عام في أن يكون عندهم هدف رئيسي. وزي ما قلنا الهدف الرئيسي هو يكون عن طريق سمارت، والأوبجكتيف يكون أيضا عن طريق سمارت. التاسك هي النقاط أو الخطوات اللي أنت تعملها عشان تقدر تطبق الهدف. فمثلا أنا عندي، لو افترضنا المثال الثاني اللي تم ذكره قبل شوي اللي هو ارتفاع رفع معدل الهاند هيجين، فيكون عندي أنا الأوبجكتيف زي ما قلنا اللي هو increase hand hygiene compliance rate 10% من 60 إلى 70 في نهاية في قسم الـ ER في نهاية 2023. فأنا كيف أنا أطبق هذا؟ فمثلاً نقول التطبيق الأول يكون التاسك الأول يكون عمل زيارات دورية لقياس معدل الهاند هيجين. أيضاً يتم عمل دورات
تدريبية، مثلا عدد 3 دورات تدريبية في أو 4 دورات تدريبية، كل ربع نعمل عليها دورات تدريبية. نعمل آلية تحفيز، مثلا مسابقة أو أفضل موظف مطبق للهيجين، هذا كتاسك ثالث. والتاسك الرابع مثلا يكون عندنا قياس مثلا أو مسابقة بين الأقسام تكون حافز لهذه، أو مثلا يكون عندنا آلية لمتابعة أخرى غير الزيارات الدورية. تقدر أن تحدد أكثر من أوبجكتيف، سواء واحد إلى العدد اللي أنت تشوفه راح يطبق لك من التاسك، راح يطبق لك هذا الهدف. كل زي ما قلنا بداية هذا الشريحة، كل النماذج هي مقبولة. أهم شيء زي ما قلنا أنها في الأخير المشكلة اللي أنت أو الخطة اللي أنت عملتها أنها تتطبق في هذه في نهاية هذه التطبيق لهذه التاسكات أو هذه المهام. الآن حنا وصلنا إلى الموضوع الأخير، وهو تنفيذ هذه الخطة اللي هو Plan Implementation. وعلشان نبدأ ننفذها بشكل صحيح وبشكل فعال، عندنا بعض الملاحظات أو بعض النصائح لهذا التنفيذ. أول نصيحة وأهمها هي Get Leadership Support. أنت خذ الدعم كمدير مكافحة العدوى، خذ الدعم من مدير المستشفى. مدير المستشفى هو اللي راح يلزم ويساعدك على تنفيذ هذه الخطة. طبعا مدير المستشفى هو اصلا المفروض يكون هو احد اعضاء الانفكشن كنترول كوميتي، فالابروفل اوف الاي بي سي بلان لهذه الخطه يكون في مثابه الليدرشيب سبورت. ايضا عندنا النقطه الثالثه وايضا هي مهمه، اللي هي ديفلوب سترينج ريليشن وذ ذا انفولد ديبارتمنت. هو صحيح انت اخذت الدعم من مدير المستشفى او من المدير الطبي، لكن بعض الأحيان يكون يوقف تنفيذك للخطة هو سوء أو العلاقة السيئة مع الأقسام. فكون أنك أنت تبني علاقة جميلة قوية ما بين الأقسام وبين مكافحة العدوى، هذه راح أيضا راح يساعدك في تنفيذ هذه النقطة أو تنفيذ هذه الخطة. طيب أنت بديت تنفذ، أنت أخذت الدعم من المدير، موافقة عليه مكافحة العدوى أو لجنة مكافحة العدوى، كانت علاقتك مع الأقسام الأخرى علاقة ممتازة وقوية، ما توقف في هذه. أنت تحتاج أنك أنت تبدأ تعمل ريفيو لهذه الخطة، الريفيو كوارتري، أنت تقيسها بشكل ربع سنوي عشان تعرف هل أنت هل البروسيس حقك كان ممتاز، هل بديت تفعل أو تطبقها بشكل صحيح. إذا ما أنت طبقتها بشكل صحيح، أنت كذا أنت عرفت أن عندك مشاكل، أنت شوف هذه المشاكل وحاول أنك تحلها. فأنا عندي المجر بروسيس، أنا أقيس مجال أو تقدم هذا حق الخطة، أشوف إذا كان التقدم ضعيف أشوف وش التحديات اللي صارت لي، وأنا أقدر كونني أنا أحملها في ربع سنة، أنا كذا أقدر أني أبدأ أتدارك المشاكل وأبدأ أعمل لها حلول، وبالأخير أبدأ أعمل فوكس على هذا الجول، وأقدر أني أتجنب الذهاب إلى أهداف أخرى في وجود مشاكلنا. فمثلا أنا لو كان عندي انخفاض في مشاكل في الالتزام في الهاند هيجين، واتضح مثلا أن بعض الأشخاص أنه ما يؤمن فيه، ثم بديت أنا أركز على أني أرفع هذا الإيمان وتركت الهدف نفسه، أنا هذه المراجعة الربع سنوية راح تنبهني أن الهدف حقي مثلا هو الارتفاع في معدل الالتزام، فأقدر أنا كل ربع سنة أنا أتذكر أن هذه أهدافي، هذه الأولويات عندي، عندي مشكلة في هذه النقطة أنا أقدر أن أحددها بعدين وأبدأ أحدد لها طريقة لتصحيحها، لكن الهدف الرئيسي هو الأولوية لي في هذه السنة بناء على الريسك أسسمنت. فالمتابعة الربع سنوية هي راح تساعدني زي ما ذكرنا أن تساعدني على التركيز في هذا الهدف. إلى هنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة اللي كانت في عنوان
عنوان Infection Control Risk Assessment إكرا والبلانينج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.